يقول أنا شاب أسرفت على نفسي بالمعاصي ثم من الله علي بالهداية، وبعد الهداية هربت مني زوجتي تريد أن أعود إلى المعاصي، وهي الآن عند أهلها وتقول لا أعود إليك حتى تعود إلى ما كنت فيه من المعاصي، وأنا في حيرة من أمري، هل أطلقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت تطلب منك المعاصي فلا تطعها في ذلك، إن انقادت معك الحمد لله، وإلا اتركها ويرزقك الله غيرها، زوجة غيرها، هذه ما تصلح. الذي لا تريد الطاعات ولا تريد التوبة ولا تريد، هذه لا خير فيها.